المعارك والاستهدافات ليست حوثية وليست ميليشيات الحشد ولا حزب الله، هذه استراتيجية إيرانية. في ظل التهديدات المستمرة التي تطلقها جماعة الحوثي نحو الإمارات والسعودية، هدد المتحدث باسمها العميد يحيى سريع باستهداف معرض إكسبو 2020 المقام في إمارة دبي، حيث قال في تغريدته على تويتر: إكسبو معنا قد تخسر، ننصح بتغيير الوجهة، في إشارة إلى أن قوات الحوثيين قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز المستمر حتى آخر آذار من العام الحالي. كما دعا المواطنين الإماراتيين والمقيمين في دبي بتجنب استخدام جسر اللانهاية الذي كذلك قال الناطق باسم القوات المسلحة للجماعة إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. معرض إكسبو 2020 ذو أهمية اقتصادية كبيرة، وقد سبق أن تم افتتاحه في أكتوبر 2021، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافتها وابتكاراتها، مما قد يشكل خطرا كبيرا على كافة العاملين في المعرض والزائرين له. من جانبها، كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في اليمن، فيما أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين بمحافظة الجوف اليمنية، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف أبوظبي وجنوب المملكة. هذه المنصة على ما يبدو التي تم إطلاق من خلالها إطلاق صاروخين باليستيين تم اعتراضهما بنجاح من قبل. وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب عبر تويتر إن مقاتلة F-16 نجحت بتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين باليستيين على أبوظبي. جماعة الحوثي كانت قد صعدت في الآونة الأخيرة من هجماتها ضد الأهداف الإماراتية بشكل غير مسبوق، حيث أعلنت عن استهداف قاعدة الضفرة الجوية في أبوظبي بصواريخ باليستية، وقالت إنها استهدفت مواقع حيوية ومهمة في دبي بعدد من الطائرات المسيرة.